تمنا رئيس هيئه الاركان العامه قائد العمليات المشتركه الفرق ركن صغير بن عزيز الجهود التي تبذلها اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بخصوص تبادل الاسرى وأكد بن عزيز خلال لقائه وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة مأرب التزام القوات المسلحة بالتعاون الإيجابي والمستمر مع اللجنة، كما أجرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات إتمام عملية تبادل الأسرى التي تلعاها الأمم المتحدة المتفق على إتمامها خلال شهر رمضان الكريم.